وللمزيد حول اللقاءات، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم ينضم إلينا محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. محمد، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك في هذا الاجتماع. نعم زملائي في الاستوديو، بعد التحية بالفعل أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لقاءين في غاية الأهمية. اللقاء الأول مع المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حيث تناول هذا اللقاء كافة مشاكل اللاجئين في مختلف الدول العربية. اللقاء أيضا تطرق إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها غراندي إلى معبر قسطل الحدودي الذي يعتبر البوابة الرئيسية لدخول الإخوة السودانيين إلى الأراضي المصرية. اللقاء أيضا أشاد فيه غراندي بالدور الكبير الذي تلعبه مصر، دور محوري في احتواء الأزمة ودخول الإخوة السودانيين إلى الأراضي المصرية، كما أشاد بالتعاون الوثيق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأكد أن مصر تلعب دورا كبيرا منذ بداية الأزمة السودانية التي تدخل أسبوعها السادس. أيضا اللقاء تناول لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو اللقاء الثاني مع الدكتور عبد الله دشتي، وهو المنسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر المتوسط للحبوب. هذا اللقاء تناول أيضا كيفية تحقيق الأمن الغذائي بين مصر وبين مختلف الدول العربية من خلال طبعا التنسيق بين مصر وأوكرانيا ودخول الصادرات الأوكرانية إلى الأراضي المصرية وإلى جميع الدول العربية. كان هذا اللقاءين اللذين تمين في جامعة الدول العربية لقاء يعني في غاية الأهمية، سواء كان مع المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنسق العام أو المبعوث العام لمبادرة البحر الأسود للحبوب. هذا ما لدينا إلى الآن من داخل جامعة الدول العربية، وأعود إليكم في الاستوديو.